رحنا سمينا صبي جبران. إلا لمرتي بتتذكري وقت اللي تلفنت عمتك شبدكن تسموا للصبي بصفة أنا مرتي من الجبل. شبدكن تسموا للصبي؟ فبيو بده يسميه جبران. جبران يا كسرتي متوالي مجوز درزية بيسمي مسيحي. جبران تقيل علي. جبران تقيل علي. بدكن هيك اسم سموه مروان. ولماذا لا؟ فليكن اسمك مروان. يا مروان يا مروان. هيدا الصبي عمره 7-8 أيام ولا رياكشن ولا يلتفت. بك جمال لما كنا نقل عيط له لهذا الصبي جبران شي يقول جبران ينط بأربعته هالصبي يطلع فيه هيك. إني أباركك وأسميك جبران. كات ناس من جماعتنا. شو شو مبروك إجاك صبي. والله إيه يا جماعة خليلكن عرسانكن إجينا صبي. إيه شو سميته؟ والله سميناه جبران. جبران كيف يعني انه انت فنين وبدك اسم غير شكل؟ يعني حسن وحسين مش قد المقام. انه زين العابدين من شو بيشكي يعني؟ مثلا عيط لك بو زين. والله يا جماعه في ناس مثل افاضلكم وعطيونا نصيحه غيرنا له الاسم. شو سميته؟ والله سميناه مروان. مروان ارجيع سمي جبران قهوي.